بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النكاح له أركان وله شروط. إذا توفرت الأركان والشروط صح هذا النكاح، وإن اختل شيء منها لم يصح. فأركانه: أولا، الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع من صحة النكاح، لئلا تكون المعقود عليها من المحرمات على العاقد بنسب أو رضاع أو غير ذلك مما يأتي في باب المحرمات في النكاح. فلا بد أن يكون الزوجان، كل من الزوجين، خاليا من الموانع التي تحرم النكاح من أحدهما بالآخر. نعم. أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط. نعم. والثاني، الركن الثاني، الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، يعني يقول أنكحتك أو زوجتك. والقبول الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قبلت أو رضيت هذا النكاح أو هذا الزواج. هذا هو العقد، هذا يسمى عقد النكاح، مكون من الإيجاب والقبول. نعم. وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، يعني هذا هو اللفظ الوارد، هو اللفظ الوارد في الكتاب والسنة: أنكحتكها بما معك من القرآن، زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله زوج رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، زوجه بعد أن طلقها زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها. وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: إن الله هو الذي زوجني، وأما أنتن فزوجكن أولياؤكن. نعم. وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط. وكذلك أنكحت، الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له فيها رغبة طلب أحد الحاضرين أن يزوجها إياه، فقال له: أنكحتكها بما معك من القرآن، أنكحتكها. نعم. وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح. بلفظ رضيت أو قبلت فقط، أي بهذين اللفظين، رضيت أو قبلت، أو رضيت هذا النكاح أو قبلت هذا النكاح. نعم. أو تزوجتها. نعم.
وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح، فقط يعني بدون لفظ النكاح، وإن قال قبلت النكاح أو رضيت النكاح فهذا أتم أيضا. نعم. أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. نعم، أو أعيد العبارة فيها قلق. نعم. وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، فقط يعني بدون له ذكر النكاح. نعم. أو مع هذا النكاح، أو مع هذا اللفظ يقول قبلت هذا النكاح، رضيت هذا النكاح. نعم. أو تزوجتها، أو يقول تزوجتها، وهذا يدل على القبول، زوجتكها، فيقول الزوج تزوجتها. نعم. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. إذا كان يحسن، إذا كان الولي أو الزوج يحسن العربية فإنه يأتي باللفظ العربي في هذا اللفظ، إن كان لا يحسن العربية فإنه يأتي باللفظ الذي يدل عليه بأي لغة إن كان. نعم. وشروطه أربعة، شروط النكاح التي لا بد من توفرها ولا يصح بدونها أربعة شروط. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لذاته. نعم. وشروطه أربعة، تعيين الزوجين. الأول تعيين الزوجين لرفع الالتباس، فإذا كان له عدة بنات يقول زوجتك ابنتي فلانة، ولا يكتفي بقوله زوجتك ابنتي وعنده عدة بنات حتى يقول فلانة أو هذه الحاضرة ويشير إليها. نعم. أما إذا لم يكن له إلا بنت واحدة فلا مانع أن يقول زوجتك ابنتي، لأنه لا التباس في ذلك. نعم. وكذلك الزوج يقول ولي المرأة زوجت موليتي لفلان، ولا يقول زوجت ابنتي فقط، بل يقول يصرح باسم الزوج زوجتها فلانا، زوجتها فلانا زيدا عمرا. نعم. أو زوجتها هذا الحاضر يشير إليه. نعم. ورضاهما. الشرط الثاني رضاهما، رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا إكراه في النكاح، لا يكره أحد على النكاح، لا الزوج ولا الزوجة، بل لا بد أن يرضى أحدهما بالآخر من غير إكراه. نعم. ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة. الرضا اشترط أن يكون الزوج أو الزوجة ممن يعتبر رضاهما، أن يكون عنده تفكير ويعقل الزواج ويعرف، أما إن كان مجنونا أو صغيرا فإن وليه ينوب منابه، يقوم مقامه، فإذا رضي وليه أو وكيله كفى هذا، لأن الطرف المنوب عنه لا يحسن ولا يدري. أما إن كان بالغا عاقلا رشيدا فلا بد من رضاه. نعم. لكن لأب ووصيه في نكاح
لكن لأب ووصيه يعني وكيله في نكاح خاص، أما وكيله في المال لا، لكن إذا وكله على تزويج بناته أو بنته فإنه يقوم مقامه. له أن يزوج الصغير، للأب أن يزوج الصغيرة لأنها لا تعقل مصالحها وما، فهو ينوب عنها، يزوج الصغيرة التي دون التمييز زوجها، وكذلك الكبيرة التي لا تعقل ولا تتصور الزواج وهي بحاجة إليه لصيانتها، فوليها يقوم مقامها في الرضا عنها لتعذر اعتبار الرضا من الزوجة. هذا بالنسبة للأب أو وصيه. أما غير الأب من الأولياء فلا يزوج الصغيرة، لا يزوج الصغيرة، لأن هذا إنما هو خاص بالأب، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة تلعب مع الأطفال، وليس عندها معرفة بذلك، ولا تدل على أن الأب إذا رأى المصلحة لبنته في هذا الرجل وهي صغيرة فإنه يزوجها إياه، لأن هذا من مصلحتها. واليوم كما تسمعون وتقرؤون فيه ضجة من تزويج الصغيرة من الكبير، ضجة في الصحف والمجلات، وكأنهم أوصية على الناس، هم يقولون لأهل العلم أنتم أنتم أوصية على الناس، وهؤلاء جعلوا أنفسهم أوصية على النساء، ويقولون لا ما يمكن إن الكبير 40 أو 50 أو 60 يتزوج شابة، هذا هضم لها وهذا يخالف حقوق الإنسان وما أشبه ذلك، يقولون هذا بجهل والعياذ بالله وبتعد على أحكام الشرع وهم لا يعرفون ذلك. نعم. لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وذي. نعم، هذا بالنسبة للزوج إذا كان صغيرا دون التمييز، لوليه أن يتزوج نيابة عنه لأن المصلحة له في ذلك، أو كان كبيرا معتوها يعني ليس له عقل ولا تصور وهو بحاجة إلى الزواج لصيانته فإنه ينوب عنه ويتزوج له. نعم. وكذلك الصغيرة ولو كانت غير مجنونة وغير معتوها، الصغيرة التي دون التمييز لأبيها ولوكيل خاصة أن يزوجها إذا كان لها فائدة في ذلك، إذا كان لها فائدة في هذا الزوج فله أن يزوجها وهي صغيرة. أما إن كانت الصغيرة بكرا وبلغت إنها لا تجبر، لا بد من إذنها كما يأتي. نعم. ومجنونة وثيب لها دون تسع. دون تسع، لأن بنت تسع بلغت، بنت التسع بلغت، فإذا كانت دون التسع فلأبيها أن يزوجها ولو لم يأخذ رضاها لأنها ليس لها رضا، صغيرة. نعم. وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة. بكر مطلقة، كبيرة كانت أو صغيرة، وهذا فيه نظر، إذا كانت كبيرة وعاقلة ففي كون أبيها يزوجها بدون إذنها هذا فيه نظر، والصحيح الذي يدل عليه الدليل أنه لا بد من رضاها لأنها كبيرة وعاقلة تنبئ عن نفسها، قال صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها
صماتها، إذن البكر صماتها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريد الزواج، فإذا سكتت دل هذا على رغبتها. أما لو مانعت وقالت لا لا أريده فإنها لا تجبر عليه. نعم. وبكر مطلقة كسيد مع إمائه وعبده الصغير. كذلك السيد مع إمائه يزوج مملوكته ولو لم ترضى، لأنها مملوكة له ويخاف عليها، أو ربما يريد أن تنجب له أولاد يتبعونها في الرق، فله أن يزوجها ولو لم ترضى لأنها ملكه يملكها. وكذلك يزوج مملوكه ولو لم يرضى، لأن هذا فيه ثمرة للسيد. نعم. كسيد مع إمائه وعبده الصغير. أما العبد فإنما لا يأخذ رضاه إذا كان صغيرا دون البلوغ، أما إذا كان العبد قد بلغ فلا بد من رضاه ولا يجبره السيد. نعم. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. باقي الأولياء كالابن والأخ وغيرهم من العصبة ليس له أن يزوج الصغيرة حتى تعقل ويؤخذ إذنها، ولا يزوجها وهي لم تعلم ولم ترضى بذلك، إنما هذا خاص بالأب على الخلاف فيه. نعم. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها. بحال، لا كبيرة ولا صغيرة إلا بإذنها. نعم. إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. أسألك الثيب أحق بنفسها، لا وتستأمر الثيب وتستأذن البكر. نعم. والولي. نعم. الثالث من شروط النكاح الولي، لا بد أن يتولى العقد على المرأة وليها، ولا تعقد لنفسها، قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل. فلا تزوج المرأة نفسها، بل لا بد من الولي. والله جل وعلا خاطب الرجال بذلك، قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالولي لا بد منه. فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل لعدم الولي. نعم. والولي وشروطه. شرط في الولي شروط، ما كل رجل يكون وليا للمرأة، لا بد يتوفر فيه الشروط الستة. نعم. وشروطه تكليف، أن يكون الولي مكلفا، إن كان صغيرا دون البلوغ أو كان كبيرا لكنه غير عاقل أو سفيه فإنه لا يكون وليا. نعم. وذكورة كذلك، اشترط أن يكون الولي ذكرا، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فالأم لا تزوج بنتها لأنها ليس لها هي أن تزوج نفسها، فكيف تتولى على غيرها. نعم. وحرية. حرية، العبد المملوك لا يكون وليا للمرأة. نعم. ورشد، أن يكون رشيدا، يخرج السفيه الذي لا يحسن الاختيار لنفسه، فكيف يكون وليا على غيره. نعم. واتفاق دين. وكذلك اتفاق الدين بين الولي والمولية، مسلم يزوج المسلمة، نصراني يزوج النصرانية، يهودي يزوج اليهودية. نعم. ولا عكس، الكافر لا يزوج قريبته المسلمة،
لا يزوج قريبته المسلمة لأنه ليس له ولاية عليها. نعم. وعدالة ولو ظاهرة. نعم، ويشترط في الولي العدالة، فلا يكون فاسقا، لأن الفاسق لا يحسن الاختيار لنفسه ولا يؤمن، هذه أمانة، والفاسق لا يؤمن، ليس فيه عدالة فلا يؤمن على المرأة ولو ظاهرا. أو لازم أن نعرف عدالته ظاهرا وباطنا، إذا ظهر لنا أنه عدل ولم نعلم عنه شيء فإن هذا يكفي. أما إذا علمنا أنه فاسق في عقيدته أو فاسق في فعله كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك، فهذا لا يصلح وليا للمرأة لأنه ليس بأمين. نعم. وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد. إلا السلطان فلا تشترط له العدالة لعموم ولايته، لعموم ولايته. وكذلك السيد على مملوكته لا يشترط العدالة لأنه مالك لها، ملك له. نعم. ويقدم وجوبا أب. ترتيب الأولياء، عرفنا الآن عدد الأولياء، من الذي يقدم منهم إذا حصل اثنان فأكثر، من يتولى؟ نعم. ويقدم وجوبا أب. يقدم وجوبا الأب على غيره من الأولياء، إذا وجد الأب فلا يزوجها ابنها أو أخوها أو عمها، زوجها أبوها. نعم. ثم وصيه فيه. ثم بعد الأب وصيه، وصي الأب فيه أي في النكاح لا في المال، وصيه في النكاح، إذا أوصى بأن فلان يزوج بناته يقدم الوصي على غيره، لأن الوصي يقوم مقام الموصي والوكيل يقوم مقام الموكل. نعم. ثم جد لأب. ثم بعد الأب وبعد وصي الأب الجد من الأب، الجد من الأب لأنه من العصبة ولأنه أب في الحقيقة، الجد أب، فيقوم مقام الأب المباشر، والمراد الجد من الأب وإن على. أما الجد من الأم فإنه ليس بولي لأنه من ذوي الأرحام وليس من العصبة. نعم. ثم جد لأب وإن على. جد لأب يخرج الجد لأم. نعم. ثم وإن على كجد الجد وجد جد الجد وإن على في النسب. نعم. ثم ابن وإن نزل. ثم بعد الجد ننتقل إلى الطرف الثاني من عمودي النسب، وهو الابن، يزوج المرأة ابنها بعد الأب وبعد الوصي وبعد الجد، يأتي دور الابن، ابنها من الصلب أو ابن ابنها وإن نزل. أما ابن بنتها فليس بولي لها لأنه من ذوي الأرحام. نعم. وهكذا. نعم. ثم ابن وإن نزل. ثم ابن وإن نزل كالابن الصلب أو ابن الابن أو ابن ابن الابن وإن نزل، بخلاف ابن البنت فلا دخل له بذلك لأنه من ذوي الأرحام ليس من العصبة. نعم. وهكذا على ترتيب الميراث. نعم. يقدم في تزويج المرأة من يقدم في الميراث من العصبة، وهو الأقرب فالأقرب. نعم. ثم المولى المنعم. ثم بعد العصبة بالنسب العصبة بالولاء، فيزوج المرأة مولاها الذي اعتقها، الذي اعتقها لأنه من العصبة بالنسب بالسبب. نعم. ثم المولى المنعم. ثم المنعم يعني بالعتق، المولى المنعم يعني الذي أنعم بالعتق. نعم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه
بالعتق وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم. ثم أقرب عصبته نسبا. ثم أقرب بعد المعتق أقرب عصبته في النسب لا بالسبب. نعم. ثم ولاء ثم نعم. ثم السلطان. ثم السلطان. نعم. بالنسب ثم الولاء، عصبته من بعد عصبته بالنسب أو عصبته بالولاء كمعتق المعتق مثلا. نعم. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا. الحالات التي يزوج فيها الأبعد مع وجود الأقرب، أولا إذا عضل الأقرب عضل عي يزوجها، جاءها كفو صارح لها وأبى أن يزوجها ينتقل الولاية إلى من بعدها، فإذا أبى الأب أن يزوجها من كفء رضيت به تنتقل للجد، إذا أبى الجد تنتقل للابن، وهكذا. ولا تمنع المرأة من زواج من كفء رضيت به من أجل رغبة شخص يتحكم فيها، لأن هذا ليس من مصلحتها. نعم. فإن عضل الأقرب، والعضل هو المنع، العضل هو المنع أن يمنعها من الزواج بكفء رضيت به، هذا يسمى عضل وهو من الكبائر، كبائر الذنوب. نعم. أو لم يكن أهلا، أو كان الأقرب ليس أهلا، ما توفرت فيه الشروط السابقة، ليس عنده عقل، ليس عنده أمانة، ليس عدلا، فإنه لا اعتبار وجوده كعدمه لتخلف الشروط فيه. نعم. أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، أو كان الولي القريب مسافرا غائبا، يعني غائبا عن البلد مسافة قصر ولا تمكن مراسلته في ذاك الزمان، لأن كان الزمان ذاك الأقطار متباعدة، السفر على الرواحل يبطي الاتصال، أما الآن فيمكن الاتصال به في أسرع وقت، تغير الحال الآن فيتصل به، إما أن يقدم ويزوج وإما أن يوكل. نعم. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، أما إذا كان سفره قريب، إذا كان سفره قريب قريبا ويمكن مراجعته فلا بد من أن يتولى العقد هو لعدم العذر. نعم. أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم، زوج الحرة الأبعد الذي بعده من العصبة، وأما الأمة إذا كان سيدها غائبا وهي بحاجة إلى الزواج خوفا عليها فيزوجها الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم. وشهادة رجلين، هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع الإشهاد على العقد، شهادة رجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلو أنه زوج أو تم العقد بدون شهود، اجتمع الزوج والولي وعقدوا بدون حضرة شهود فالعقد فاسد ليس بصحيح، لا بد من شاهدي عدل يحضرون العقد يشهدون به. نعم. وشهادة رجلين مكلفين، يعني لا دخل للنساء الشهادة على النكاح، إنما شهادة النساء تقبل في الأموال، تقبل في الأموال ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في النكاح. نعم. ولا على الطلاق. نعم. وشهادة رجلين مكلفين، مكلفين يعني بالغين عاقلين، بالغين عاقلين، لا يكفي الصغير ولا يكفي
غير العاقل ولو كان كبيرا لأجل تحمل الشهادة. نعم. مكلفين عدلين. عدلين لأن الشهادة لا بد من عدالة الشاهد، وإلا فإنه يكون مجروحا. إذا كان ليس عنده عدالة فإنه مجروح، لا تقبل شهادته. وأشهد ذوي عدل منكم. ذوي عدل، نعم، عدلين ولو ظاهرا. العدالة تعتبر بالظاهر، ما لنا إلا الظاهر، فإذا لم نعرف عنه إلا الخير ولم يظهر لنا منه شيء فهو عدل، وأما الباطن فلا نبحث عنه ولا يعلمه إلا الله. نعم. السميعين ناطقين. سميعين يسمعان العقد الإيجاب والقبول، فإن كان أحدهما أصم فلا يكفي، الأصم لا يستشهد على النكاح. نعم. ناطقين من أجل أن يؤدي الشهادة إذا طلبت منهما، فالأبكم ما يحصل به المقصود لأنه لا يؤدي الشهادة عند الطلب. نعم. والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويج. الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين، أن يتساوى الرجل والمرأة في النسب، في الحسب، في الصنعة، في كذا، في أول شيء في الدين، أول شيء الكفاءة في الدين، وهذا بالإجماع لا بد من الكفاءة في الدين بين الرجل والمرأة، هذا مجمع عليه تقريبا. أما بقية الأمور فهذه محل خلاف. فإذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، اكتفى بالدين. وأما بقية الأمور فإنها أمرها سهل. فالكفاءة ليست شرطا لصحة العقد، ولو لم تتم الكفاءة بين الزوجين في النسب أو في غيرها من الاعتبارات كالحسب، إن تكون هي من بيت رفيع وهو من بيت، أو هي بنت غني وهو فقير وصعلوك، ما الحسب ما هو بسواء. هذه على المذهب أنها شرط للزوم، فلمن لم يرضى الخيار. أما العقد فهو صحيح، العقد صحيح، لكن لزومه يتوقف على رضا المرأة ووليها. نعم. والكفاءة شرط للزومه، لا لصحته. نعم. فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. يحرم تزويجها بغير كفء لها إلا برضاها، إلا برضاها. نعم. فصل. نعم. وإذا لم ترضى لم يلزم العقد. نعم. ويحرم أبدا محرمات في النكاح. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. هذه هي المحرمات، فمنها محرمات بالنسب كالأم والبنت والأخت، ومنهن محرمات بالمصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة، هذه بالمصاهرة، ومنهن محرمات بالرضاع، محرمات بالرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، هذا في الآية. وفي الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا في الحديث. وكذلك أخت الزوجة
هذه تحرم بالمصاهرة، أخت الزوجة وعمة الزوجة خالة الزوجة تحرم بالمصاهرة. إذن هذه المحرمات تنقسم إلى أقسام: أولاً المحرمات بالنسب، ثانياً المحرمات بالسبب، والسبب ينقسم إلى مصاهرة أو رضاع، إلى مصاهرة أو رضاع. ثم أيضاً هذه المحرمات ينقسمنا إلى قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. محرمات إلى الأبد مثل الأم والبنت والأخت والخالة والعمة إلى آخره. محرمات إلى أمد وهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها، تحرم ما دامت المرأة معها، أما إذا طلقها أو ماتت فله أن يتزوج عمتها خالتها أختها، هذا تحريم إلى أمد لا إلى الأبد. نعم. كذلك من المحرمات المزوجة، والمحصنات يعني المزوجات من النساء التي في عصمة رجل، لا يجوز أن يتزوجها وهي في عصمة رجل إلا ما ملكت أيمانكم، إذا استوليتم عليهن في الحرب مع الغنيمة فإنه ينفسخ عقد النكاح من زوجها الكافر، ينفسخ عقد النكاح من زوجها الكافر، وتكون ملك يمين لمن آلت إليه، له أن يطأها بالملك إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. ثم قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم. لا يجوز للحر أن يتزوج أمة مملوكة إلا بشرطين: الشرط الأول أن يعجز عن المهر، من لم يستطع منكم طولا أي مهرا للحرة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه من العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، أي خشي على نفسه من الوقوع في الحرام. فيجوز للحر أن يتزوج من المملوكة بهذين الشرطين: أن لا يجد طول حرة، وأن يخاف على نفسه من الزنا إن لم يتزوج. لماذا؟ لأن أولاد الأمة تبع لها في الرق، ولو ولدت منه صار أولادها أرقة تبع لأمهم. نعم. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت. يحرم أم سواء في النسب أو في الرضاع، وجدة كذلك النسب أو بالرضاع. وجدة وإن علت. وإن علت يعني كأم الأم أو أم الجد، من جهة الأب ومن جهة لأنها تسمى أم، الجدة تسمى أما من الجهتين، من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم. وكذلك في النسب أو في الرضاع. نعم. وبنت. البنت من النسب أو البنت من الرضاع. نعم. وبنت ولد وإن سفلت. وبنت ولد يعني بنت الابن أو بنت البنت، كلاهما يحرم على الجد، على جدها، لأنها بنته، بنت بنته، بنت له، بنت ابنه، بنت له، سواء كان من النسب أو من الرضاع. نعم. وبنت ولد وإن سفلت يعني نزلت، ما هو سفلت صارت من السفالة، سفلت يعني نزلت في النسب، كبنت بنت بنت البنت، أو بنت 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 ابن الابن. نعم. وأخت مطلقة. وأخت مطلقة سواء لأبوين أو لأب أو لأم، مطلقة، وسواء كانت من أخت من النسب أو من الرضاع. نعم. وأخت مطلقة وبنتها. بنت الأخت لأنه يكون خالها. نعم. وبنت ولدها وإن سفلت. وبنت ولد الأخت يعني بنت ابن الأخت أو بنت بنت الأخت، كذلك تحرم لأنه خالها. نعم. وبنت كل أخ. وبنت الأخ وبنات الأخ
بنات الصلب أو بنات أولاد الأخ، حرمنا بنسب أو برضاع. نعم. وبنت كل أخ وبنتها، بنت كل أخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. نعم. وبنت كل أخ وبنتها، وبنت كل وبنت بنت الأخ، بنت بنت الأخ، لأنه يكون بنت بنت الأخ يكون عما لها. نعم. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. أي نعم، بنت الأخ، بنت الأخت، بنت الأخت. نعم. وعمة وخالة مطلقة. وعمة شقيقة أو لأب أو لأم، وخالة كذلك مطلقة شقيقة أو لأب أو لأم. خالاتكم وعماتكم كذلك من الرضاعة أو من النسب أو من الرضاع. نعم. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، هذه قاعدة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، قاعدة. نعم. ويحرم بعقد، ويحرم بعقد حلائل، هذا المحرمة بسبب سبب العقد. نعم. ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه، حلائل عمودي نسبه، زوجة أبيه أو جده أو زوجة ابنه، إذا عقد عليها أبوه أو جده حرم ولو لم يدخل به، إذا عقد عليها ابنه أو ابن ابنه حرمت عليه ولو لم يدخل بها، لأن الله لم يشترط الدخول. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولم يشترط الدخول، والمراد بالنكاح هنا العقد، تنكحوا ما نكح آباؤكم أي ما عقد عليها آباؤكم. نعم. ولو لم يدخل بها. نعم. ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه، عمودي النسب من جهة الآباء ومن جهة الأبناء. نعم. ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علوا، أمهات زوجته، أمهات زوجته وأمهات نسائكم، جملة المحرمات جدات نسائكم من الرضاع ومن النسب. نعم. وبدخول وأما زوجة الابن فلا بد من دخوله، فإذا عقد ابنك على امرأة لم تحرم عليك إلا إذا دخل بها، مجرد العقد لا يحرمها. نعم. وبدخول ربيبة، لا الله غلط، المقصود أقول أنا أخطأت في هذا، أقول ربيبة الابن أو زوجة الابن تحرم مطلقة بالعقد، ومجرد العقد زوجة الابن تحرم بمجرد العقد، إنما بنت الزوجة، بنت الزوجة هي التي تحرم بالدخول، فتحرم عليك بنت زوجتك وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزلت إذا دخلت بأمها، أما مجرد العقد فلا يحرم بنت المعقود عليها التي دخلتم بهن. نعم. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإذا عقدت على امرأة فإن دخلت بها حرمت بنتها، وإن لم تدخل بها وطلقتها قبل الدخول يجوز لك أن تتزوج ببنتها. نعم. وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، لأنها بنت للزوجة، الربيبة سميت ربيبة لأنها في الغالب تكون في حجر الزوج مع أمها يربيها، وليس هذا شرطا، وإنما هذا بناء على الغالب، فهو لا مفهوم له، التي في حجوركم لا مفهوم له عند أهل العلم، بنت زوجك التي دخلت بها تحرم عليك ولو لم ترها ولو لم تدخل بيتك أصلا. نعم. وإلى أمد أخته، ويحرم إلى أمد أخت الزوجة، هذا بنص الآية، وأن تجمعوا بين الأختين
وجاءت السنة بأن العمة والخالة مثل أخت الزوجة يحرمان. نعم. وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته. معتدته ما دامت طلقت امرأة، طلقت امرأة لا يجوز لك أن تتزوج بأختها حتى تخرج المطلقة من العدة، لئلا يجتمع ماؤك في رحمين قريبين. نعم. وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته وزانية حتى تتوب. ومن المحرمات كذلك الزانية، هذا بسبب الزانية، قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها الزاني لا ينكح إلا زانية أو الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. الزانية التي لم تتب من الزنا لا يجوز للمؤمن أن يتزوجها لئلا تختلط الأنساب وتضيع الأعراض، حتى تتوب من الزنا توبة صحيحة وتنتهي عدتها لئلا تكون حاملا من الزنا. فلا يجوز الزواج من الزانية إلا بشرطين: الشرط الأول التوبة الصحيحة والإقلاع عن الزنا، والشرط الثاني أن تنقضي عدتها لئلا تكون حاملا من الزاني. نعم. وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم، بهذين الشرطين. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها، هذه أيضا من المحرمات إلى أمد، وهي مطلقته ثلاثا، طلقها بالثلاث تحرم تبين منه بينونة كبرى، ويحرم عليه أن يتزوج بها حتى تتزوج بزوج آخر ويطأها الآخر ثم يطلقها. قال تعالى فإن طلقها، الطلاق مرتان، ثم إلى أن قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره يعني يطأها زوج آخر بنكاح صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تخبره أن فلان طلقها ثم تزوجها رجل آخر لكنه لم يصل إليها لأنه ليس معه شيء، تقول ليس معه إلا كهدبة الثوب يعني لم يصل إليها، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى فلان؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يطأ. فلا بد في المطلقة ثلاثا أن إذا أراد مطلقها أن يتزوجها أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل أو حيلة، ثم يطلقها برغبته أيضا بعد وطئه لها، فبهذا تحل الأول. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. نعم. ومسلمة على كافر حتى يتزوجها، حتى يطأها زوج غيره بشرطه، بشرطه وهو العقد. نعم. ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم. كذلك من المحرمات في النكاح تزويج المسلمة للكافر، هذا لا يجوز مطلقة بالإجماع، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافر أي كافر كتابيا أو غير كتابي، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج مسلما، هذا بإجماع أهل العلم. وإن كان من الجهال المعاصرين من يفتي بجواز تزوج المسلمة بالكافر فهذا من عندهم، ما هو من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال أهل العلم، إنما هذا قول من جاهل لا يخاف الله عز وجل ولا يبالي والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وهذا يقول لا ما يخالف، يحد الله ورسوله نسأل الله العافية. وكذلك لا يجوز
للمسلم أن يتزوج من كافرة أو من مشركة إلا الكتابية، إلا الكتابية، بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فأباح الله للمسلم أن يتزوج المحصنة وهي العفيفة عن الزنا الكتابية يهودية أو نصرانية. ويكون تكون هذه الآية مخصصة لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، تكون مخصصة لها لأن المراد غير الكتابية. نعم. ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، إلا حرة كتابية للآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنها. هذه الأخيرة وهي الحر المسلم لا يتزوج مملوكة، لا يتزوج مملوكة إلا بشرطين: أن لا يجد مهرا للحرة، وأن يخاف على نفسه. من لم يستطع منكم طولا، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. نعم. وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، كما في الآية الكريمة. نعم. أو ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، هذا الشرط. نعم. وعلى عبد سيدته، وعلى نعم. ويحرم على عبد سيدته، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج مملوكها، لا يجوز للمرأة أن تتزوج مملوكها، ولا يجوز للمملوك أن يتزوج سيدته. نعم. وعلى سيد أمته وأمة ولده. نعم. وعلى حرة قن ولدها، حتى هي لا يجوز أن تتزوج من مملوكها ولا من مملوك ولدها ابنها. نعم. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين من كل المذكورات، من كل المذكورات إلا أمة كتابية، لأن داخل في عموم قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. فصل. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تأمل من فضيلتكم أن يتكرم بكلمة توجيهية لعموم المسلمين بشأن ما حصل هذا اليوم على أكثر البلاد من الرياح الشديدة والغبار العظيم. لا شك أن ما حصل هذا اليوم، ونخشى أن يتكرر أو يحصل ما هو أشد منه، لأن هذه عقوبات بلا شك. ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونحن عندنا من الموجبات للعذاب والنقمات الشيء الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نعتبر ونتعب ونتوب إلى الله عز وجل، ونتواصى بالتوبة والدعاء والرجوع إلى الله عز وجل، لئلا يحل بنا ما هو أشد من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أيضا سؤال عن الجمع بين الصلاتين بسبب هذا الأمر، هل يجمع بينهما بسبب هذه؟ ما ورد الجمع إلا للمرض أو للمطر أو للسفر. الجمع ما يجوز إلا في ثلاث حالات: إما لمرض يحتاج المريض فيه للجمع، وإما في سفر، وإما لمطر، مطر يبل الثياب ويورث في الأرض وحل يشق على الناس بينهم وبين المسجد. والأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز تغيير الوقت والجمع بين الصلاتين إلا بدليل،
إلا بدليل، ولا دليل على أن الغبار يجمع من أجله، لا ما في دليل. نعم. يقول هل يشرع لمثل هذه الحادثة قنوت النوازل؟ لا، ولا يشرع لها قنوت النوازل. النوازل المراد بها الشديدة والعياذ بالله، مثل هجوم العدو على بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمراض الفتاكة غير الطاعون. نعم. يقول فضيلتكم إلا العافية. الحمد لله في غبار. نعم في غبار، الحمد لله. فيكم خلاف أنتم الحين؟ ما فيكم خلاف، ولا أهلكم فيهم خلاف، ولا بيوتكم، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين؟ عرفتم هذا، أنه لا يعقد، المسلم لا يعقد على زانية، وكذلك الزانية لا تتزوج من مسلم عفيف عن الزنا. هذا مما يدل على شدة ضرر الزنا والعياذ بالله، لأنه يخلط الأنساب، ولأنه يورث الأمراض، ولأنه يذهب الحياء والعفة من المرأة. الزانية لا تصلح تكون زوجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم أن الزانية لمعرفة توبتها أنها تمتحن ويرسل لها من يراودها، فهل هذا القول صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه يخشى على الذي يراودها إذا استجابت أن يطأها، لأن الشيطان يحضر. هذا القول ما هو صحيح ولا محرم. نعم. لكن تظهر توبتها وتعرف بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول يكثر عندنا في الجامعات المختلطة أن يتزوج الشاب من زميلته في الدراسة زواجا يسمى بالزواج العرفي بلا ولي ولا شهود، وإنما عقد يكتب بين الرجل والمرأة ويعطيها شيئا من المال مهرا لها، فهل يصح هذا النكاح؟ هذا لا يجوز، كما سمعتم هذا نكاح فاسد ولا يجوز، لا يجوز. لماذا ما يروح يتزوجها على يد وليها وعند من يعقد النكاح ويكون زواجا لا غبار عليه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المسلمة في بلاد الكفار إذا لم يكن لها ولي مسلم فمن يتولى تزويجها؟ المركز الإسلامي، إذا كان البلد أو الولاية فيها مركز إسلامي فهو الذي يتولى أمور المسلمين فيها، ومنها تزويج النساء المسلمات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عقد النكاح في الكنيسة نظرا لأن نظام البلد في بلادهم يقول لا بد من توثيقها هناك ثم نعقده خارجا كعقد شرعي؟ نعم. هل يجوز؟ هل يجوز عقد النكاح في الكنيسة؟ نكاح إيش؟ المسلمين، المسلمين يروحون للمركز الإسلامي، المرجع الإسلامي، ما أنا تقريبا ولاية أو بلد من بلاد الكفر إلا وفيها مسلمون ولهم مرجع مركز يذهب إليهم ولا يذهب للكنيسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان المسلم نكاح الكتابية فهل يصح أن يكون وليها أباها الكافر؟ تولاها المركز الإسلامي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الإجابة والقبول عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف أو الأنترنت المرئي؟ لا، لازم من مجلس العقد، لازم من المجلس حضور الزوجين، ولا الطريقة هذه يدخله التغيير ويدخله الاحتيال ويدخله الكذب، فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تزوجت البنت الصغيرة وبعد أن كبرت وعقلت تبين لها أن هذا الزوج لا يصلح لها، فماذا تعمل حيال ذلك؟ إذا كان لا يصلح لها تطلب الفراق من عند المحكمة، تنظر في ذلك وش الأسباب، ليه ما يصلح له، وليه المحكمة عند القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثيب أنها تستأمر؟ يؤخذ أمرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أو تستشار، تمر بينكم بمعروف، يعني تشاوروا فيما بينكم، يؤخذ رأيها تستشار في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان ولي الصغيرة لا ينظر إلا إلى مصلحته المادية فيزوج صغيرته لأجل المال، فهل لولي إذا كان ليس للبنت مصلحة في الزوج لا يجوز هذا، إنما بشرط أن يكون المصلحة للبنت ما هو لوليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الفتيات إذا خطبت أخواتها التي دونها في العمر تحزن وتجد في نفسها لهذه الخطبة لأنها لم تخطب قبلهم، فهل من نصيحة لأمثال هؤلاء؟ لا تخطبون الصغيرة، خطبوا الكبيرة وتنتهي المشكلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول معلوم أن رحمة الأب ونظره في مصلحة موليته مكنه من تزويج الصغيرة بلا إذنها، فهل الوصي له ذلك مع أن رحمته ونظره ليس كنظر الأب؟ لأن الأب رضيه، ولا يرضى إلا من ينظر في مصلحة ابنه، هذا غالب. نعم. رضا الأب يبرر له ذلك، أنه لا يرضى إلا بمن يثق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لوكيل، إذا وجد خلاف هذا حتى الأب لا يمكن، حتى الأب إذا وجد خلاف مصلحة البنت الصغيرة لا يمكن حتى الأب ولا وصي، لا ضرر ولا ضرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لوكيل الأيتام وأخواتهم أن يزوج البنت الكبيرة منهم وهو خال لهم من الأب؟ خال؟ نعم. لا، الخال ما هم من الأولياء، من ذوي الأرحام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أناب الأب الجد لأم أو لأب وذلك تكبيرا له في وجود الأب، فهل هذا التزويج صحيح؟ نعم، إذا وكله ما زوجه بالجدودة، إنما زوجه بالوكالة. أبس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكون المرأة ولية على أمتها عند التزويج؟ نعم. هل تكون المرأة ولية؟ لا، المرأة لا تكون ولية، إنما الأمة يزوجها الحاكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تزويج الأخ لأخته لأن أباه سيء المعاملة لأبنائه؟ ما تنزل الولاية عن الأقرب إلا بحكم الحاكم، يرجع إلى القاضي، فإذا خلع الأقرب ونقلها إلى من بعده فلا بأس، أما إن يتصرفون الناس ويخلعون ما يصلح هذا فوضى. فمعنى أنه يزوج الأبعد يعني بنظر الحاكم. نعم. ينظر هل الأقرب على صواب أو ليس على صواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان والد المرأة قد توفاه الله، فهل لها أن توكل من شاءت لتزويجها أم يجب انتقال الولاية بالترتيب المذكور؟ إذا كان والد المرأة قد توفاه الله، فهل لها أن توكل من شاءت؟ ليس لها شيء، ليس لها ذلك، تنتقل إلى من بعده من الأولياء من عصبتها بدون النهيذ تتدخل بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زوج الرجل أمته من عبده مثلا، فهل تظل مملوكة له فيتمكن من وطئها أم أنه لا؟ إذا زوجت ما يتسرى بها، حرام، إذا زوجها لا يجوز له أن يتسرى بها، لأن صارت، قال تعالى والمحصنات من النساء، يعني المزوجات. نعم. وهل تعتق بذلك التزويج؟ لا، ما تعتق، أظله أنا حتى يعتقها هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج أن يكون، إنما المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا في الغنيمة، هذا في الغنيمة ما هو مطلقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج أن يكون هو العاقد في النكاح أم يلزم أن يكون رجلا آخر؟ كيف؟ هل للزوج أن يكون هو العاقد في النكاح أم يلزم أن يكون العاقد رجلا آخر؟ العقد من الطرفين، من الولي ومن الزوج، الولي منه الإيجاب والزوج منه القبول،
يعني هذا العقد إذا وجد الإيجاب والقبول تم العقد بشهادة الشهود. نعم. يقول هل يلزم أن يوجد ما يسمى بالمأذون في عقد النكاح؟ أضبط. نعم هذا أضبط للناس، وأيضا يصدر فيه وثيقة تعتمد. طيب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا العصر امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تقول في هذا العصر تهاون بعض الناس في كثير من ضوابط العدالة كالمجاهرة في شرب الخمر وحلق اللحى وإسبال الثياب، فما هو ضابط العدالة في العصر الحاضر؟ العدالة حسب الإمكان، العدالة حسب الإمكان في كل وقت، يؤخذ أعدل الفاسقين وأقرب الموجودين إلى الحق حسب الإمكان، أو لازم عدالة تكون كعدالة الصحابة أو القرون المفضلة. الأمثل فالأمثل. نعم. تقول الله ما استطعتم، ولا تعطل الأمور كلها الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة كزوجة الابن من الرضاع. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما هذا فيه نظر. عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لا يصرف على ابنته ولا يقوم بحقوقها نهائيا. نعم. رجل لا يصرف ولا ينفق على ابنته ولا يقوم بحقوقها نهائيا على ابنته، ولا يقوم على ابنته، على ابنته ولا زوجته؟ لا ابنته. نعم. ولا يقوم بحقوقها نهائيا، فهل يجوز لها أن تنقل الولاية لغير الأب وأن يزوجها غير الأب؟ قلنا لكم ما أحد ينقل الولاية إلا القاضي، لا ينقلها أحد إلا القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الأصم والأبكم كيف يتم عقد النكاح له؟ بالإشارة. ثم عقد النكاح له بالإشارة كسائر العقود والبيع والشراء بالإشارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون الشاهد في النكاح هو أبو الزوج أو أخاه أو أخوه؟ لا يشهد الإنسان لابنه ولا لي. أما الأخ نعم لا بس، الأخ تقبل شهادة الأخ لأخيه، أما الأب لابنه أو الابن لأبيه لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الشهادة في عقد النكاح معرفة رضا الزوجة أم لا؟ هل يشترط في الشهادة في عقد النكاح معرفة رضا الزوجة أم لا؟ نعم، يعني الشهود لازم يعرفون أن الزوجة راضية. هو الآن على العمل على هذا، يستنطقونها ويأخذون منها إقرار بالرضا وتوقع أيضا. لا هذا احتياط طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة البكر لو زالت بكارتها بزنا أو بنكاح شبهة، فهل يزول وصف البكارة عنها؟ نعم يزول وصف البكارة عنها، لكنها تكون معذورة في هذا إذا كان من غير اختيارها أو من غير، كنت تكون معذورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترث أم الولد إذا مات سيدها؟ هل ترث منه؟ لا ما ترث منه، لكن هو يرثها لو لم يكن لها عاصب غيره، هو يرثها. العتيق لا يرث معتقه، إنما العكس، المعتق هو الذي يرث العتيق إذا لم يكن قبله أحد من أقارب العتيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي الراجح أو رأي فضيلتكم بالاقتصار على لفظ زوجتك أو أنكحتك كما قرره المذهب في الإيجاب، وهل لنا أن نستخدم صيغا أخرى؟ المذهب لا،
يقتصر على هذه الألفاظ لأنها هي الواردة في الكتاب والسنة. والراجح والله أعلم أن كل لفظ يؤدي إلى المعنى الصحيح فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخلوة بالمرأة أو تقبيلها، هل الخلوة بالمرأة وتقبيلها يسمى دخولا؟ لا، لا يسمى دخولا حتى يصل إليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل غير مستقيم طلق زوجته 3 مرات وبانت منه ثم استقام الرجل. نعم. رجل، رجل غير مستقيم طلق زوجته 3 مرات وبانت منه. المسألة اللي مرت إذا خلا بها وأرخل الستور ولم يرهما أحد، هذه فيها خلاف، قيل إن هذا يكفي، قيل إن هذا يكفي الدخول، ولكن القول الثاني وعليه جمع من أهل العلم أنه لا بد من الوطأ مع الخلوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل غير مستقيم طلق زوجته 3 فبانت منه ثم استقام الرجل، السؤال هل يجوز لي أن أتزوج المرأة ثم أطلقها بعد ذلك، مع العلم أن الزوج والزوجة السابقين لا يعلمان بنيتي؟ تحليل ما يجوز، التحيل ما يجوز، إنما يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحيل أو زواج تحليل، هذا هو التيس المستعار الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، المحلل لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص صلى وصام ثم بعد أن قضى عبادته هذه أهداها للميت، هل يصح ذلك؟ الصلاة لا تهدى لأن عمل بدني لا تدخله النيابة ولا يهدى لأحد ولا يصلى عن أحد، لا نافلة ولا فريضة. وأما الصدقة نعم يجوز أن يهديها لورود الدليل بذلك، والدعاء والحج والعمرة ورد الدليل بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل في شركة حراسات أمنية ويحرس سكنا خاصا لبعض الجنسيات وفي داخله بار ويمارس فيه أنواع الفواحش، السؤال وفي داخله بار للخمر ويمارس فيه الفواحش، فهل يجوز حراسته لذلك وهل يجوز عمله؟ ولا يجوز سكوته على ذلك في بلاد المسلمين، إذا علم أن هذا محل للبغى والفجور فلا بد أن يخبر ولاة الأمور لأجل الإجراء المناسب لإزالة هذا المنكر، لا يجوز أن يسكت، ما هو بس ما يحرص، لا يجوز السكوت عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلبت منه والدته أن تحج علما بأن الوالدة قد حجت الفريضة. من رجل طلبت منه والدته أن تحج علما أن الوالدة قد حجت الفريضة وهو لا يملك مالا كافيا ليحججها، فهل يأثم إذا لم يلب رغبة والدته، وهل يجب عليه أن يتدين ويحججها؟ يحاول رضا والدته وإقناعها، ولا أظنه تمانع إذا أقنعها بأن ما عنده ما يكفيها ويعدها في المستقبل، طيب خاطرها ويتفاهم معها أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تريد أن تسافر لتزور أباها المريض لكن زوجها لا يستطيع السفر معها لارتباطه بأعماله وليس لديها محرم آخر، فهل يجوز لها أن تسافر بالطائرة من دون محرم لزيارة والدها الذي قد اشتد مرضه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لأي غرض كان، حتى الحج ما تسافر إلا معها محرم، ألا تسافر وله لازم عليها أن تعود أباها، معذورة هي معذورة. والآن الحمد لله الاتصالات والتلفون والجوال كأنها عنده، تسأله تكلم معه تقنعه بأنه ما عندها أحد يجيبها ولا كان تجي وما أشبه ذلك. نعم.